مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. أثارت بيسان إسماعيل الجدل من بعد تنزيلها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة أختي، واللي اعتبرها الكثير قصف وديستراك لجواني بسبب كلمات الأغنية اللي كانت عم بتقول فيها بيسان: الكذب باين بعينيكم، كلمة الرجولة خسارة فيكم، تحكوا كتير ما برد عليكم، جمهوري بظهري كاسر عينيكم. فبعد نزول الأغنية اختار جواني الرد بستوري على انستغرام وطلب من متابعينه الهجوم على الأغنية وعمل ديسلايك. حبيبي يسعدني مساكم يا رب. اول مره بشوف رقاصه بفيديو كليب، سبحان الله. اوكي يا جماعه، في رقاصه نزلت ديس على قناتها اسمها اختي، الكل يروح يبلع ديسلايك ويقول ضبي حالك شمين هيك ب 15 ثانيه جواني. وفي خبر ثاني، سافرت بيسان من ألمانيا لدبي وشاركت هالستوريهات، فبيسان متواجده بدبي حاليا للتحضير لمفاجآت جديده واعمال جديده. حبايبي كيفكم، شو اخباركم؟ حبايبي نزلت غنيتي الالمانيه، الكل بدي الكل يرفع شاشه ويشوفها. انا حبايبي كتير اسفه، بس والله عن جد يعني ايش صدفه بيوم اللي بسافر بتنزل الغنيه، فانا كنت على طريق سفر كتير طويل، فاول ما صحت لي اني انزل لكم ستوري حنزل لكم اياها. وهون نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناه لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.